زيارتنا اليوم ببرنامج طاجين بتكون لمدينة كبيرة ومزدحمة عادة بيلتجئ عليها الشباب المغربي لتحقيق أحلامه. كازابلانكا الواحد بيتوجه عليها إذا حابب يكتشف المغرب الحديث بكل تفاصيله وكل تناقضاته، بس نحن اليوم فيها لحتى نتعرف على الأكل. بس من الوهلة الأولى بحس الواحد مثل أي مدينة عربية كبيرة ومزدحمة، وشوي شوي بيكتشف إن فيها العديد من المباني التاريخية الحلوة والأماكن يلي بتهم السائح. بالنسبة للأكل فيها مطاعم متعددة شعبية معاصرة انترناشونال، بس نحن أكيد بدنا نتعرف على الأكل المغربي، فحضروا حالكم لهالجولة من كازا مثل ما بيسموها المغاربة. كازا بعدها بتحتفظ بالعديد من الأبنية التاريخية الحلوة يلي اندمجت بطريقة متناغمة مع البناء الحديث، فهي مدينة عصرية الحركة فيها دائمة وهي العاصمة التجارية للمملكة المغربية. السائح يمكن يقدر كازا أكثر من بعد جولة على بعض المدن القديمة بالمغرب، لأنه رح يقدر يعمل مقارنة بين نمط الحياة فيهم يلي بيتسم بالهدوء وبين الحياة العصرية والسريعة بهالمدينة. على الرغم من أنها مدينة كبيرة ومزدحمة بعض الشيء، إلا أنه فيها الكثير من الأحياء الهادية والحلوة، وفيها العديد من محلات الموضة العالمية بشوارع كبيرة التنزه فيها مريح. الدار البيضاء مدينة لازم الزائر ياخد وقته لاكتشافها، لأنه فيها عدة أماكن مثيرة للاهتمام. من مطعم طاجين وطنجية، هالمطعم يلي القعدة فيه كتير هيك كول، عنده جو مغربي ولكن مختلف عن المطاعم اللي كتير تقليدية بالديكور تبع مغربي، بس بطريقة مودرن كول. كول. معنا كمان شيف كول والشيف طارق رح يعلمنا اكله تخيلوا عمرها اكثر من 100 سنه، ولما تشوفوا المكونات تبعولها رح تستغربوا شوي. رح بلش بالاشياء اللي مألوفه بعدين بمرق للاشياء اللي حتخليكم تستغربوا. بنبلش بالتوابل، اكيد ملح، تحميره اللي هو فلفل احمر حلو، كمون، فلفل ابيض او بزار ابيض. أيوة. صح، هيدا حامض المرقد ومقطع على شرحات كتير كتير صغيرة. أيوة. توم مدقوق، وهيدا قزبر ومعدنوس. معدنوس بس. تين جاف وتين طري. بلشتوا تاخدوا فكرة. في تين أخضر، ممكن تستعملوا تين أخضر أو تين أحمر الأسود، أو إذا ما موجود ممكن تستعملوا تين مجفف. بحاجة أيضا لمايزينا أو شو بيسموه نشا الذرة. نشا الذرة. بلشنا بالأشياء الغريبة، كراميل سائل، وهيدول بشو حينحطوا كلهم أو شو حينحط فيهم كلهم؟ كبدة، كبد، هذا كبد الخروف أكيد، لأن كبد. أيوة. البقرة هالقد. أيوة. كبد الخروف. فإذا الأكل كله على بعضها شو حتطلع؟ حتطلع تين محشي بكبد الخروف. تخيلوا ملا أكله وشوفوا قد إيه عمرها، أكثر من 100 سنة، واكيد بحاجه لزيت، زيت زيتون وزيت نباتي. اوكي طارق، فرجينا هالاكل الغريب العجيبه. نقول بسم الله. بسم الله. ناخذ الكبد، اكيد كثير مهم الواحد بس يشتري الكبد طري، الكبد انه يكون طازه وعارف. أيوة. انه الخروف نظيف ومنه مريض وصحته مزيانه وكان عم يرعى ومبسوط. ناخذ الكبد بنقطعها. فإذا الكبدة بدك تقطعها قطع صغيرة. تستعملوا كتير الكبدة بتحبوا تاكلوا. أيوة. الكبدة بالمغرب عشان في العيد الأضحى بنستعملها وبنعمل منها بولفاف، يعني كبد ملفوف بالشحم بتشوه على النار. ايوه على النار. هيدي انا سمعت، ما دقتها بعد بس سمعت انه كثير طيب، بتلفوها. أيوة. بالشحم كثير رفيعه. صح. ايوه الشحم بتكون مغلفه. فيه هاي الشحمه بشلوها من معده، من بطن من الخروف. بطن الخروف بتكون كثير كثير رقيقه، يعني اذا واحد بيمسكها هيك بشوف. وراها شو في شفافه. فبيقطعوا الكبده وبصيروا يلفوا كل شقفه بشوي من شوي. الشحمه لكن بشوها على النار مع الكمون. اي مع الكمون والملح. والملح هذه عادة بتعملوها بالعيد، بعيد الأضحى. لو حبيت من غير عيد الأضحى ممكن تستعملها. أي وقت. صح. احنا برنامجنا اسمه طاجين. طاجين. هلا بدك تخلطها بالتوابل ديالها. توابل حساسة.
فإذا صار عندنا هيك الكبدة كلها مقطعة بتنحط بالطاجين، أو اللي ما عنده طاجين بحطها بأي وعاء، أيوة. يعني حتى يخلطها ويطبخها. هيدا زيت نباتي، زيت نباتي تقريبا ملعقة مغرفتين، جوج مغارف، جوج مغارف، ملعقتين كبار، أيوة، زيت نباتي، زيت نباتي. اللي شو بدك أنا بعطيك؟ أعطيني كمون. تفضل يا طارق، طارق بن زياد، طارق بن زياد. ملعقة كمون. سميناك عاصم طارق بن زياد؟ تقريبا. تقريبا. فلفل أحمر. تحميرة؟ هذا تحميرة ولا فلفل تحميرة. أحمر؟ فلفل أحمر مش حلو. مش لحار. نعم حلو. بابريكا. ملعقة. ملح. ملح. نص. نص ملعقة ملح. نص ملعقة ملح. مقدونس. مقدونس. معدنوس. 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 بين المغرب ولا معدنونس. ملعقتين. ملعقتين صغار يعني أو ملعقة كبيرة. توم. توم. توم مدقوق. توم. نحاول ما نحط ما نحطش طيب كمية. التوم مع الكبدة. ما هيك؟ كان جزوين مع الكبدة. ثلاث ارباع. يعني تقريبا راس ملعقة. راس يعني حبة توم او حبتين توم مدوقين. حبة واحدة. شكلك ما بتحب التوم. لا في عشان الطبق ما بيحب توم كثير. هو الطبق ما بيحب التوم. في اطباق اللي بتحب توم كثير. فإذا ما تكتروا كثير توم لهي الأكل. نحن ملعقة. حامض مرقد، هذا اختصاص مغربي. ايوه. والفلفل بتستعمل مش الاسود، الابيض. الابيض بتفرق الطعمه. بتفرق كثير. اذا بتستعملها فلفل ابيض فلفل حلو يعني كثير. تقريبا ربع ملعقه. اكيد. شكرا. بيتخلطوا هالخليط الحلو مع بعض. مع بعض. ومثل العادة بحس يعني ما بعرف إذا واحد ما عنده ليمون مرقد ممكن يستعمل قشر الليمون العادي الأخضر يعني اللي مش مرقد. ما بنصحه. لا. عشان الطعم ديله قوي. شوي. ايه. ممكن يحط شقفة صغيرة. هيك تعطي. أيوة. نسمة الليمون. بس اللي بيحب اللي باغي يحضر الليمون طريقه سهله. كيف ايه علمني كيف بيعمل الحامض. احنا نقول الحامض. ايوه الحامض. الحامض بيحطوه في الماء مع شويه الملح والزيت ونخليه حتى يرقد. بس مي بس. يعني مثل ما بيعمل المخلل. أيوة. الواحد ممكن تنسمه الكبيس يعني تنسمه ولازم تتقطع الحامضة شق تنشق شق. أيوة. ممكن تنسم بالزعتر او اوراق موسى. يعني هادو ممكن يعني تنسم بيهم. أيوة. طيب خلاص هلا هيدا صار عنا جاهز. جاهز. هذا لازم ينحط على النار. ايوه. بيتقلى يعني بيتقلى. أيوة. ولا بيتغطى وبينطبخ؟ لا بنقليه شويه وبعدين نسكب الماء. الماء. ايوه. قديش بتحط ماء؟ تقريبا كاس الماء. كاس ديال اتاي ولا كاس ديال الماء؟ لا كاس الماء عصير. كاس العصير. كاس العصير كبيرة. أيوة. بس بيتقلى شوي وبعدين بينزد له كباية كوب من الماء وبينطبخ لمدة ما كثير بده وقت. لا ما في كثير. 20 دقيقة. 20 دقيقة. أيوة. أوكي. قبل ما ينضج على الآخر قبل ما يستوي الكبد بتزد له مايزينا عشان المرق يعقد. أوكي قدام. يعني بس شوي. شوي ملعقة. هي والكبدة على النار عم تنطبخ. بنحضر التين بنبخروها. بتبخر على البخار. على البخار. بتستعمل الكسكاس. في الكسكاس. عشان مش كسكس مغربي ولا لا مش كسكس. اذا واحد ما عنده يعني بحط مي بطنجره ونص فايه فوقها. بحط التين عليها وشوي ملح. وملح. وبيرش التين بشويه ملح. وبيتبخر لحتى يصير طري يرجع طري. يستعيد شوي من المي اللي نشفت منه. وهي تحضرت. بناخذ التين تنقطع له هذا الراس. هاي بس هن التينات هدول ما شاء الله تينات كبار حرزانين.
بنعمل هيك كده. فرجين هاي الطريقة إذا فيك. هالطريقة. فإذا من مطرح العرق من فوق العرق تبع التين بينقص بتتفوت التين لجوا حتى يصير فيها مثل حفرة تنحشى بالكبد. بالكبد. ممكن نحط هيدي هون. نعيد الكرة. منعيد الكرة. بنشيل الراس. تتجور التينة من جهة الرأس من جهة العرق تجي أطيب مع التين اليابس ولا مع التين الأخضر؟ الأذواق بتختلف. أنت شو أي واحدة بتفضل؟ أنا بفضلها كده التين جاف. لأن بيعطي طعمة حلوة أكثر. هيدي عادة تتقدم كمقبلات يعني مش ناخد نعمل واحدة باللي حتى نشوف كيف بتنعمل بالتين الأخضر. هو الأخضر والتين الأحمر نفس الطريقة. نفس الطريقة. هذا ما مثلا نديروا لي يعني ما بنخلوه هاكا. اوكي. ما بندير فيه حفرة. ما بنحفره. ما بنحفره. إذا لما يكون التين بعده أخضر بس بيتقطع بالنص وبينحط عليه حط الحشوة. عم بحاول أتخيل براسي الطعمة كيف حتكون ما عم بتوصل لنتيجة. ما عم بقدر أتخيل كيف الطعم حيكون. غريب. يعني في كتير مطاعم مغربية ما ولا مرة شفت هالأكلة على المنيو تبعهم. ما في احنا. هذا من الأكلات يمكن اللي شوي منسية بالمغرب. منسية. صح؟ في أكلات منسية يعني. كراميل؟ بنحط شوية كراميل بس. بدك ملعقة ولا؟ لا. واو. ممكن واحد يحط عسل؟ لا كراميل أحسن. هالشي زوين يا طارق. بنحط بقدونس. هذا بس كمان للزين يعني أكثر. للزين. خلاص صارت جاهزة والطبق ديالنا جاهز. ايه. بالصحة وراحة. انا حدوق. نقطة. ما عم بعرف. طيبة. بس طيبة. طعمة التين قوية. ايوه ما كتير بتبقى يعني بتعمل يعني كنت مفكرة حتطلع طعمة الكبدة كتير قوية. اللي طلع انه طعمة التين مع الكبدة طلعوا متوازي طعمتين متوازيتين. في تعادل. ايه فطلعت عاتت نكهة طيبة. زبينة.